لحظات وتنطلق انطلقت الجياد والأفراس التي لم تربح في مشاركاتها السابقة المنتجة محلياً عمر الأربع سنوات متنافسة على جائزة عبد الله بن محمد الجطيلي من أهالي عنيزة وأحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله تراه في تنافس يجمعها على مسافة 1650 متر. أشاهد الأعصم في المقدمة فيما المركز الثاني لينبع والمركز الثالث لراية الحرب من الخارج التي تأتي للمركز الثاني في هذه الأثناء فيما في المركز الرابع الراي والتنافس يجمع الجياد والأفراس التي لم تكسب عمر الأربع سنوات. لا زال الأعصم في المقدمة يلي الأعصم في المركز الثاني راية الحرب وفي المركز الثالث أيضا ينبع ويتقدم في هذه الأثناء ينبع للمركز الثاني. ويشاهد أيضا تنافس قوي في هذه الأثناء يجمع الجياد والأفراس على مختلف المراكز فيما لا زال الأعصم يقود هذه الجياد والأفراس. المركز الثاني لينبع الآن ينبع للمركز الثاني فيما التنافس يشتد مع دخول الجياد والأفراس التي لم تكسب في مشاركاتها السابقة. ينبع المركز الثاني لأعصم المركز الأول من الداخل وشاهد الشرس يتقدم يتقدم الشرس من الداخل للمركز الأول فيما لا زال ينبع الآن يحاول التقدم. ينبع والشرس الشرس وينبع الشرس من الداخل والدخول القويات من فداوي. إذن شوط الجياد والأفراس التي لم تكسب في مشاركاتها السابقة.